اذا مشاهدي قناه شوف تي في، فاحنا كنتواجدوا امام المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه، هذه التنسيقيه المحليه لطلبه خريجي وممرضي المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه الدار البيضاء، تحت شعار جميعا من اجل الرفض التام لجميع اشكال التعاقد جمله وتفصيلا، توفير مناصب الماليه الكافيه لجميع الخريجين المعطلين دون استثناء، رفض ادماج الخواص، احداث الهيئه الوطنيه للممرضين والتقنية الصحه، اخراج مصنف الكفاءات والاعمال المهنيه، لا للتهميش لا للتقاعد لا للخوصصه. الطالب الممرض يطالب بالتعويض عن التدريب الاستشفائيه، ما تسدوش الخصائص بالطلبه بلا تعويض، التعويض على ستاج حق ماشي مزيه، ماذا حق وراءه طالب. اذا هذو هما الشعارات المرفوعه هنا بالقرب من مستشفى الهاروشي. طلبة المعهد العالي للمهن التمريضية والتقنية الصحة قام موقع الدار البيضاء بوقفة، قام موقع الدار البيضاء بوقفة احتجاجية أمام المعهد العالي للمطالبة بإنصاف الممرض لإحقاق مطلب العدالة الأجرية، مطالبتنا بالتعويض عن التدارك الاستشفائية و سياسة التعاقد وكافة التي تريد ان تلجا لها. المشاكل اللي عندكم في المعهد هنا، المشاكل اللي عندنا، المشكل الاساسي هو اغلاق ديال المعهد، وان نطالب الوزاره بفتحه وتدشينه لان الطالب الممرض يعاني. دابا هو باقي مسدود ومش مقصرا ولا كيفاش؟ قربنا من المعهد. مفتوح جزئيا، ولكن هي يعني ابوابه مصادفه في جل جل شعبنا تضرب. اذا مشاهدي قناة شوف تي في، فنقرا لكم بعض الشعارات المرفوعة هنا في هذه الوقفة امام المعهد العالي للمهن التمريضية والتقنية الصحة، حي
رايت يطالبون بتعويض الطلبة عن التدريب الاستشفائية. قربكم أكثر من الشعارات المرفوعة هنا. لا للتهميش، لا للتعاقد، لا للفوسطة. الطالب الممرض يطالب بالتعويض عن تدريب استشفائية، التعويض عن ستاج حق ماشي أمزية. فهذو هما الشعارات المرفوعة هنا في هذه الوقفة الاحتجاجية. الرسالة موجهة للوزارة الوصية. مشاهدي قناة شوف تيفي قربناكم بما يقع هنا من أمام المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. هناك العديد من المطالب لخريجي وممرضي المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، حيث من الشعارات والمطالب ديالهم هو الرفض التام لجميع أشكال التعاقد جملة وتفصيلا، توفير المناصب المالية الكافية لجميع الخريجين المعطلين دون استثناء، كذلك التعويض عن ستاج اللي قالوا بانه حق ماشي مزيه، ولا للتهميش للتعاقد لا للخوصصه. الطالب الممرض يطالب بالتعويض عن التدريب الاستشفائيه، يعني اللي كنتكلموا على ستاج. فهذه كلها مطالب ديالهم، فكنتمناو انه يكون واحد التواصل من اجل عدم تفاقم الامور. فهناك كذلك استنفار امني، هناك تواجد امني وكذلك تواجد ديال رجال القوات المساعده. السلطه المحليه كذلك متواجده هنا في عين المكان. هنا كتواجدوا بالقرب من مستشفى الهاروش. إذن غادي نوصلوا لنهاية هذا المباشر.